واحد السلام عليكم، كي دايرين؟ صافا عمر زي ما كان مشهور، راكم تعاودوا راكم غايه العز العز اخوتي. بالنسبه اليوم كيف كتشوفوا غادي نقسم معكم اللحظات اللي انا كنعيشها. مثلا دابا واحد الخدمه جديده شحال هادي، مع فاش ضربت يدي ما فهمتي، ضربت يدي ما بقيتش خدام يعني مده طويله، تقريبا شي شهرين ولا اكثر ديال شي شهرين. دابا جيت باش نكمل الخدمه وتندير شي توشيات، شي بريكولات، شي حاجه يعني كيف كتشوفوا. ما غادي نوريكم هاد الحاجه سميتو هاد الحيوطه هادو، راه كنقول لهم مرطب، وغادي نفهم لكم الطريقه كيفاش اشنو باغي نعمل. فهمتوا؟ عز ونصر، هاي كنضرب المرطب كنضرب دابا. أسوسر أخوتي، شوفوا الطريقه، راه هادشي كامل كدير بلا هذا، كي شفتوا هذا ما فينيتوش على حسب دوزت ليه الرجله، دوزت ليه الرجله وما فينيتوش على حسب. بالنسبه ل غادي ندير له من بعد سميتو، غادي ندير ليه الجليش من بعد هذا سميتو. يعني راه نتوما كيف كتشوفوا ياكشي لا الرجله من عمي، المهم عليناش نتوما كيف كتشوفوا مليح. العز ونصر، مازال غندير علاش علاش درت هاد التوشيات هادو، واش نفيني باش واش كدير الجلاش كيشد مزيان فهمتيني، يعني ما عليناش. أوه هانتوما كيف كتشوفو، يعني هذا تا هو، صبروا عليا، هذا مثلا كيف كتشوفو، هانتوما راه غادي نكملو تا هو ونفينيه، ومن بعد ندور لكم هادشي هادي تا هو. خليتو باش هذا خليته باش ينشف وندوز ليه الرجله حتى هو، يعني كامل هاد الحيوطه هذا وهذا عاوتاني نتوما كيف كتشوفوا، يعني حتى هو كامل هادشي كامل ندوز ليه ان شاء الله، نردو مليح ان شاء الله. وغادي نوريكم الطريقه كيفاش شنو غادي نعمل في هادشي كامل اللي نتوما انا كتشوفوه دابا نتوما. يعني هذا كما تشوفوا راويني هنايا، هذا غادي نركبو، راه مخرزه الدعوه هنا ولكن راه الخدمه دوك تشوفوا. غنركب فيه هذا غادي نركب فيه اخوتي، هانتوما كتشوفوا. بالنسبه ل فين كيصبنوا باش دايرين، ماشي هما بالنسبه ل تركبوا ماشي حسب يصبروا فيه الحوايج يوميا وداكشي، عارف المهم ديما كيكون هذا ضروري في الدار فهمتي، يعني في اي حاجه وهادشي. ما راه الناس المهم هادو اللي خدام عندهم تما عندهم دار سميتو باش كيصب الحوايج وداكشي، عندو الماكينه فهمتي، هذا ضروري في الدار يعني في اي حاجه. وهاد ما غادي نركبو هنايا، وكتشوفوا الطبله هذه كما كتشوفوا انا اللي عملتها مثلا، انا خدمه جديده على راسي يعني داكشي علاش كندير. المهم انتم كيف كتشوفوا هاد سميتو، هذا اللي عمرته وعمرت ليه تامي عاوتاني. شوفوا كتشوفوا راه ديجا هاد الخدمه شفتوها انتم هادشي كامل، هاد الدري هاد سميتو ليجور هذا اللي عمر، وديجا شفتو انتم هاد الخدمه هادي، يعني فيه تبديتها ضربت يدي فهمتيني. هاد الايامات خدمتها هادي مثلا، هاد الايامات خدمت تقريبا بحال قلتي هاد الايامات، المهم حيت كنت شتا البارح ما خدمتش، هاد الايامات خدمت هذا هو هذا من هاد البلاصه هادي حتى لقنت ودرت لي فين درت دابا الحيوطه فهمتي. وهذا ديجا درتو كي راه شفتوه خدمت حيت فيه الفيديو واحد المره، ديجا شفتوه هو اللي هنايا. المهم كيف تشوف الخوذ فهمتو، يعني واحد يدير حاجه مليحه فهمتي. المهم حنا كنشوفو دابا
خدمه كنشد بريكور راسي كنخدم ندبر الباكتاج نتاعي ونخلط ونفعل ونطرق راك عارف يعني الواحد في الغربه خصو يخدم اي حاجه يعني انت ما في الغربه ما كتعرفش هذيك ما لا وانا ما مولفش الخدمه ولا انا ما كنعرفش ندير ديك الحاجه ولا الغربه تكون كتعرف دير كلشي اخويا الا ما كنتيش كتعرف دير كلشي كاع تخرج من داركم الغربه صعيبه خص بنادم يكون يخدم كلشي ماشي يقولك لا انا عندي واحد الحرفه ونقلقلب خدم داكشي اللي بغيتي اللي لقيتي خدم حتى تلقى الحرفه نتاعك وربي يسهل عليك ها هو تاكل شوف اخوتي من بعد غادي نحيد لكم بلوغ ان شاء الله مني غادي نكملوا نحط لها التويشي هذا الفوق نتاعو هذا تمايا وريك داكشي كامل ندير ليه جليش غادي لكم شي بلوغ ان شاء الله تبارك الله عليكم وراه كيموت عليكم مول الحرشه يلا ما تزابيوش اخوتي راه بحال والو حاولت نصاوبو في اقل وقت يعني غادي ندير ولكن المشكل ما غاديش نقدر نديرو الفوق اليوم حيت راكم عارفين غادي ندير له مرطوب غادي يبقى هذاك الشيء خضر ما يمكنش نديرو من الفوق وندير له وندير له وندير له المهم العز ونصر تهلاو لي فراسكم اخوتي كان معكم مول الحرشه تعمل الكريشه ما بغينا كلاس خلينا لكم ديك العيشه واحد السلام عليكم دايرين صباح الامور زياره راكم تعاودوا راكم غايه خوكم مول الحرشه راه في الخدمه وكتشوفوا نفس الوقت خدم فيها البني ونفس الوقت خدم فيها السباقه في نهار واحد كيف كنقول لكم قبل كذا راه الانسان اللي بغى اللي هو عنده واحد الحلم تاعو برا يخرج من بلادو كيف ما بغى يكون يمشي لافريقيا ولا يمشي لاوروبا ولا امريكا ولا كيف ما بغى يمشي الانسان يكون كيعرف يخدم حوايج زعما يدير اي حاجه انا دابا انا كنسبح فهمتوا المهم سبق حكيت الحيط من بعد ديال الحكام ديال الحيط قلت لي الماستر كنتوما كتشوفوا ودابا راه كندوز له دوزت الكوش الاولاني وغندوز لي الثاني وغندوز لي الثالث وغتطلع ناضيه ارايا انا ديك السباقه الله يحفظك ارايا ارا الله يحن عليك المهم واش دوز لي هذاك الصلاه يحن عليك وانتما اخوتي كيف دير اليوم راه خدمت في البني ونفس الوقت خدمت كنخدم السباقه
يعني درت واحد البريكول تاع البريك ونفس الوقت كندير السباقه. هانتوما كتشوفو انا كنشغل في شي دوله تقريبا حسين طلع كل مليحه، راكم عارفين باش بنادم باش يدير بلاصتو كيف كيقولو خاصو يدير خدمه مليحه. يعني درتها الا درتها خدمه مليحه يعني الناس ديال ليانات فهمتو. مرحبا مولاي. راه لاحظت خويا، لاحظت خويا بارك الله فيك اخي الزين، ما نضرب شي دكه تاع المناظره ولا عارفين. هذا مكان اخوتي ورا معكم مول الحراجه تاع عمر الكريشه. ها انتم اسيدي وماشي تقول تشوفوا تقول مول الحراجه تبع بالا ولا تبع السباغه. انا راه كنخدم اي حاجه، خدمت البالا، خدمت الشيفور، خدمت خليت ما خدمت، المهم اللي جا من الله كنخدمها. ما كاينش، ما كنقولش هاد الخدمه اللي ما بغيهاش ولا ما نقدش عليها ولا ماشي نتاعي ولا لا، كنخدم اي حاجه. هاديك شي ده صغيرة، انت ما كتطلع اختي لا الكوش الاولاني وتيبان الكوش الاولاني ضربتيه والله الا كيبان. انتوما كتشوفوا تصوروا على الكوش الاولاني فين هو الثاني وفين هو الثالث، يعني غطلع شي حاجه وكوقع والله شي حاجه مليحه ناضيه العز ونصر اخويا، غطلع شي حاجه مليحه. سرت نسيت لها التوالي وما عاد غادي نقول شوف مليح اش كاين هذا اللي قلت لك واش مزيان؟ كلشي مزيان الله يعطيك الصحة. ايه عفوا اما تشوفوا دابا انتم هانتوما هذا راه غير الكوش الاولاني هذا، يعني باش تقدو انا اشنو درت له في الاول؟ حكيتو مزيان بقى يطرحش، من بعد كاع طرحش ضربتو بلاندوي، من بعد هذاك انت هذاك اللاندوي تاعو درت دوزت على كاع طرحش عاوتاني ويوصل لي واحد الكوش تاع ابيض تاع السباغه بعدا واحد الكوش ودابا راه كندير هاد الصفر. يعني الخدمه كطلع راه غير كوش واحد اللي ضرب لي تيبان بحال زعما كتبان بحال صافي ناضيه. مزال ولا ها؟ مزال مول الحرشه؟ اه ثلاثه الله يعطيك الصحه مول الحرشه. اه كاسي تقولي تعاوني؟ هيا اش دا؟ اه تطلع من شنو خاوك عشان نطلع شنو ضربك؟ على تا تخدم الصباغ ولا حاجه؟ تخدم كلشي اخويا فهمتي؟ فين ما بالك شي بريكول انا معاك. اعيط لي وصافي. والله ما تحشمش. صافي صافي عطيتني ميساج في الواتساب قول لي مول الحريشه اش راه كاين واحد الخدمه هنا مول الحريشه فهمتي؟ هذا السيد هذا بدا يجي يشوف الكوزين تاعو واش كتبغي ولا لا. اتشوف هو واش انا كنلعب. انا كنقول كيف قلت لهم اخواتي كاملين تدي شي حاجه كدير شي حاجه نضع 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 كيف كيقولوا. المهم ترافاي نفس النهار خدمت فيه طلعت فيه شي خدمه تاع البني وعوينه وهادي ونفس الوقت كان سباق فهمتي. يعني هادشي كامل كنوري لي فون تاعي كنوريهم اللحظات اللي انا كنعيشها في امريكا اللاتينيه. خليونا من هذوك اللي يكذبوا على البشريه ويوريكم من هنا من الصراحه يا صراحه يا انا اخوكم مول الحريشه هو كيسبق انتم كتشوفوا. يعني بقى لي هذوك راه بغيت لاندوي الا شفتو درتي لاندوي راه دوزت ليه الكوس تاع البيض الفوق وانتم كيف كتشوفوا. يعني كيبان هذوك الفوق انا غندوزهم بالشيطه غادي نصوب داك الشيء ان شاء الله وتبارك الله عليكم. وكان معكم مول الحرشة تاع مول الكريشه ما بغينا كلاس خلي لكم ديك العيشه انتم كتشوفوا. العز لكم العز ومزح يلاه تهلاو على فراسكم العز. السلام عليكم وكي دايرين صافا؟ كيف قلت لكم ديك الطريقه اللي كان ما عندك الخدمه اللي كنت كنخدم فاش توني كنضرب مرطوب وداك الشيء داك التويشيه يعني حاول دابا تقريبا كملتها ولكن يعني كيف كتشوفوا راه كيف كتبان لكم غادي نقرب لكم باش تشوفوها ان شاء الله. وكيف كتشوفوا هاد الطريقه تاع هاد الخدمه هادي مات كامله اللي درتها مثلا يعني هادي في الاخر دير لي السيما وداك الشيء باش يدير لابانت باش يبقى يهود الماء لتحت ونفس الوقت من بعد يدير لي بام الجليج. المهم مولاي يدير لي الجليج وداك الشيء انت كتشوفوا غادي نقرب لكم اخوتي. شوفوا الخدمه ديال مول الحريشه تاع مال الكريشه ما بغينا كلاس خلي لهم ديك العيشه. يعني كيف كتشوفوا الخدمه كيف دايره ها انتوما وانتو ها انتوما سيدي شوفوا معايا مزيان الخدمه تاع مول الحريشه فهمتي. يعني كيف كتشوفوا الزليج ومهم راكم عارفين انا ماشي معلم تاع الزليج انا ماشي معلم تاع البني ولكن اي حاجه تعطيها ليا الحمد لله نصوبها فهمتوني. انتما كتشوفوا انتما سيدي يعني انتما كيف كتشوفوا
يعني حاجه مليحه. وانتم مازال المهم تركب ليه الطوبو يعني التيو تركب ليه هنايا وتركب ليه وغدير الماء المهم كاين فين غادي يدير. انتم الماء راه كنطلقوا ما يبقاش ما كيبقاش حتى شي بلاصه فهمتي كلشي كيخرج يعني كلشي لابانت مريقل كلشي هو هذاك. علاش كيف كتشوفوا الخدمه نتا مول الحريشه يعني الانسان ما خصوش يبقى يقول انا ما كنعرفش نعمل حاجه يعني كيف كتشوفوا راه سرعت والله الا سرعتوا بالله نتوما بزلج كلشي. المهم ان شاء الله اي خدمه يبقى. وعندي عاوتاني خدمه اللي قلت لكم بالنسبه للسباغه اللي سباغ غادي تشوفوا الخدمه نتا مول الحريشه في السباغه. شوفوا الخدمه نتا مول الحريشه والله الا سباغه تاع هذا المشهد وسباغه اخوتي فهمتوا سباغه كامله. شفتوا البينتوره كيفاش انا اللي عملت هذه البينتوره هذه. انا ماشي بكم معلم بينتوره ولا شي حاجه وحتى سميتو الفوق ما هذا البيض هذا البيض هذا انا اللي صبغته الابيض وما درت لي درنا لي القبص عملت معهم القبص وصبغته عاوتاني بالابيض. انتم كيف كتشوفوا يعني الصباغه طلعت ناضيه ماشي شي حاجه ديال هذه ولا هذه ولا الصباغه ناضيه. خوكم مول الحرشه معلم يلا تهلاو في راسكم تبارك الله عليكم راني كنموت عليكم كاع.